بدأ المئات من أهالي منطقة كوكجلي والتي ساعدتها القوات الأمنية بالنزوح نتيجة القصف العشوائي الذي يشنه داعش على المناطق الشرقية. من جانبه قال قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن طالب شغاتي إن منطقة كوكجلي ستكون نقطة انطلاق القوات المهاجمة للدخول إلى مركز الموصل، مؤكدا أن من أولويات القوات الأمنية الحفاظ على أرواح المدنيين. هذه المدينة مهمة جدا ومدخل حيوي و مؤثر على مدينة الموصل، إذا نحن في هذه البداية ننطلق إلى مدينة الموصل لتحرير أحيائها، حي الكرامة وحي الانتصار وقريب علينا حي السماح. هذه الأحياء هي أحياء مدينة الموصل مباشرة. الحقيقة واحد من التحديات اللي تواجهنا كجهاز مكافحة الإرهاب هو الحفاظ على أرواح المدنيين، ويمكن بالصورة تشوفون آلاف من المدنيين جرى إخلاءهم هذا اليوم، ومهمة جدا تأمين سلامتهم.